طيب، عايز نهدى هنكفي هلا. هنا عاملين بالانس، لأن هون عندك 4 هيدروجين، هون 4 هيدروجين، أنا هيدي 2، هي ضرب هيدي كلها، هيدي 2 هيدروجين وواحد أكسجين. أوكي، هون بدك تتخيل كأنه في عندك هيك، هون في ضرب وكأنه هون في زائد، كأنه هيك عم بحكي بشو لما بتعمل بالانس. هي بالحقيقة مش هيك، أنا ما في حد زائد أبدا، هيدا مركب واحد H2O، هيدا ما في يفصلن عن بعض أبدا. ما لي حق هون اقرب، ما بدي ايدي هون جوا، في بشتغل برا هون كوفيشنات، هذا كوفيشن 1 مثلا. مهم، اذا رياكتنس ار ان ستوكيومتريك ريشيو، بيقول اذا كانوا ستوكيومتريك ريشيو. شو يعني ستوكيومتريك ريشيو؟ شوف شو معناتها. هون بيكون عندك نمبر اوف مول لل H2، فعليا هيك فيك تسميها هيك. هون بيكون عندك نمبر اوف مول لل O2. انا عم فسر شو معناتها ستوكيومتريك. هون تحت هاي شو بتحط؟ عندك 2 هون، بتحط هون 2، عندك هون 1، بتحط هون 1. انا بعطيك اياها من الاخر، ما بدي افوت بالتفاصيل وكيف وليش وما بعرف شو. هاي بيكونوا بالستوكيومتريك ريشيو اذا كان عندك النمبر اوف مول لهي اسم 2 يساوي النمبر اوف مول لهي اسم 1. يعني هيك اسم 2 يساوي نمبر اوف مول للاو 2 اسم 1. وهي بتزبط بس النمبر اوف مول، نمبر اوف مول، يعني ما تقول ماس، اذا ماس غلط ما خص. اوكي، ما خص الماس. يعني بيتا نكفي معه بالسؤال. The final mixture will not contain except the product of the reaction. يعني لازم بس البرودكت يبين، لأنه لما يكون عندك stoichiometric ratio هيدا وهيدا اتنيتهم بيختفوا بالآخر. اوكي، اتنيتهم بيختفوا، بيتحولوا فعليا للبرودكت. شو ما كان البرودكت، ان كان عندك هون البرودكت هو ماي ماي، اذا كان عندك برودكت مثلا ماي زائد CO2، فاذا هول اتنين بيطلعوا بالآخر. اوكي، بس المهم انه هول بيختفوا لانه هول ستوكيومتريك، يعني متوازنين مع بعض بشكل صحيح. If the reactant mixture is not stoichiometric, one of the reactants is in excess. واحد بيكون in excess بفائض، والاخر بيكون in the other is limiting او limitant. يمكن limitant هي الاضبط، ANT أو بتقول limitant. هلا ما في، إذا بتزبط خلص وحدة من هالكلمتين. The final mixture contains، والمزيج النهائي، لنقول فرضا إنه مين الإكسس هون، تعال نقول الإكسس هو هيدا وهيدا الليميتنج. ليكون على فكرة هيدا الإكسس وهيدا الليميتنج، استغل الفرصة، أنا هلا عم بشرح لك ستوكيومتريك، لازم يكون نمبر اوف مول للاو 2 على 1. هذا الابتدائي طبعا، نمبر اوف مول الابتدائي، يعني هذا من البداية أنا حطيته وبعرف قديش، وهذا من البداية حطيته وبعرف قديش. فلازم يكون نمبر اوف مول للاو 2 على 1 لازم يكون أكبر من نمبر اوف مول للاتش 2 على 2. أوكي، الأكبر بيناتهم، فإذا بياخذ قرار إنه هذا الاو 2 هو الإكسس، وبكون هذا الليمتنت. أوكي، طيب الليميتنت لازم احفظ معي هلا كل شيء بقوله احفظه. الليميتنت هو اللي بيختفي كليا باخر الرياكشن، بيبقى من الاكسس اللي بيبقى منه هيدا جزء معين، في جزء بيشتغل كل، في جزء حيختفي حيشتغل مع ال H2 وفي جزء بيبقى. اوكي، فاذا الاكسس في جزء منه بده يشتغل والرياكت، وفي جزء راح يبقى خلينا نقول ريمين. وهذا الليميتنج اللي هون بحالتي هو الاتش 2، هذا كله رياكت، يعني كلياته راح يتحول. هول بيتحولوا مع هول، اوكي، بس هول يخلصوا. لنقول مثلا بالبدايه كان عندك هيك الكميات، هيك كانت. اوكي، اجى هيدا اشتغل هيدا اشتغل هيدا هيك، عم هيدا اشتغل، خليني اكبرها هيك شوي، اصلا بدي اكبرها انا هيك حتى اكون كتير دقيق. هيدا مثلا اشتغل هالقد، هيدا اشتغل هالقد، هيدا اشتغل هالقد، هيدا اشتغل هالقد. انا عم بمشي مع الرياكشن، يعني بس اللي يشتغل خلص اختفى، ها، وبس يختفي هيدا ويختفي هيدا، مين بيطلع؟ بيطلع عندك هيدا. اوكي، بيطلع عندك البرودكت، شوي بيطلع على قد، على بشكل متناسب مع اللي اشتغله، بشكل متناسب مع اللي اشتغله. هيدا اشتغل وهول بيزيده. اوكي،
وبهاللحظة بيكون بس بقي عندك من الاكسس هول كلهم هول كلهم، وبقي عندك من الليميتنج هول كلهم. اوكي انا عم بمشي معك شوي شوي بالرياكشن بفسر لك شو عم بيصير. هيدا اشتغل هيدا اشتغل هيدا اشتغل هيدا اشتغل، بطل في شي هون. هيدا بقي عندك هيدا الريميننج، وهيدا بيطلع عندك على قد ما بيطلع. اوكي قديش بيطلع؟ فاذا قبل ما اقول قديش بيطلع، فاذا شو بيبقى بالاخر؟ بيبقى بالاخر هيدا ومين وهول، واللي بقيوا من الاكسس يعني من هيدا يلي بقيوا من الاوتو. فاذا هول اللي بيبقوا من الاوتو بيبقى عندك هيدا، وهيدا بيكون اختفى كليا، الليميتنت بيكون اختفى كليا. اوكي طيب ممكن واحد يسأل قديش طلع عندي من هيدا، قديش طلع عندي من هيدا؟ هلا اللي بيحدد، احفظ معي هلا اللي بدي اقوله، اللي بيحدد قديش طلع معي من هيدا، واللي بيحدد قديش اشتغل من هيدا، بعيد، اللي بيحدد قديش طلع معي من هيدا واللي بيحدد قديش اشتغل من هيدا هو هيدا. اوكي الليميتنت، كمية الليميتنت هي اللي بتحدد الكمية اللي اشتغلت من هيدا الاكسس، وهو بيحدد الكمية اللي بدها تطلع من البرودكت. يعني بقول number of mole لل H2 على 2 يساوي، هيدي هي number of mole كلها اللي انا حطيتها من البداية اللي هي هاي، بيساوي number of mole لل O2 على 1. بس انتبه على اساس انه مش قد بعض، مزبوط مش قد بعض، قصدي هون بالO2 مين؟ هيدا اللي اشتغل reacting او reactant اللي اشتغلوا منه، يساوي. فاذا انا هلا شو لقطت هاي مين هي؟ هي هاي يساوي ايضا النمبر اوف مول لل H2O على، مش هيدا 2، بحط هون 2، يساوي النمبر اوف مول لل H2O على 2. حلو، هيدا البرودوست برودوست. اوكي هون اكيد H2 هو كله اصلا، كله الرياكتنت كله. اوكي فيك تسميه initial كله، initial يعني الابتدائي الذي بدأنا به، يعني الكمية التي بدأنا بها. هو ما في يقول الابتدائي لا، لان ليش؟ لانه الابتدائي مين هو؟ كل هول. لا هو مش كل هول، هو بس هول اللي اشتغله هيدا، وهيدا هو كل اللي طلع معي بالاخر. فيك تسميه produced، فيك تسميه final. اوكي كلهم بيزبطوا، احفظها. هيدا هالسيستم هيدا لازم تحفظه، هالسيستم هيدا كله لازم تحفظه، هالفكرة هيك لازم تحفظه وتفهمها كتير منيح. هيدا بيهمني اكتر من الاكسرسايز بحد ذاته. طيب ممكن واحد يسأل سؤال، عرفنا اللي اشتغلوا، عرفنا number of mole من الاوتو اللي اشتغلوا، عرفنا هول اللي اشتغلوا. كان واحد يقول لي قديش طب يبقى؟ قديه بيبقى؟ بقول له بسيطة، اللي بيبقى هن اللي بلشت فيهم هيدا number of mole الاوتو ناقص هاي اللي هلا حسبناها من هون. اوكي هاي ناقص هاي، نقول هيدا حسبناها هيدا صار طلعت فرضا 1 مول، او هون كان عندك انت 5 مول، قديش بيبقى؟ بتحط 5 ناقص 1 طلع لك 4، فاذا هون ال 4 مول. اوكي هي عادة الأرقام ما بتكون 4 و1 و5، بتكون أصغر بكتير من هيك، بس عم بقول الفكرة. هون أنا أخذت مين؟ أخذت اعتبرت هيدا هو الليميتنت وهيدا الأكسس. لو كان هيدا الأكسس وهيدا الليميتنت نفس الخبرية يعني مثلا بيصير، كيف بعرف إنه هيدا الليميتنت وهيدا الأكسس؟ بيكون هيدا أكبر. أوكي فبكون هيدا الأكسس وهيدا الليميتنت، هيدا الأكسس H2 وهيدا الليميتنت، هيدا الأكسس. هون الخبرية نفس الفكرة بس هون ساعتها ما بقول H2، هون ساعتها بقول O2 initial هو اللي بده يحدد، وال H2 الرياكتنت اللي اشتغلوا من ال H2، في شقفة اشتغلت من ال H2، في شقفة رح تضل، وفي شقفة بدها تشتغل، بل كل ال O2 بده يشتغل كله لأنه هو الأدنى، هو الأوطى. وهيدا H2O produced بضل H2O produced، وبيخضع كل شيء لحسب هيدي هيدا بسموه stoichiometric ratio. ريشو يعني معدل، يعني اسمه هذا بيسموه، فيك تقول using SR يعني stoichiometric ratio. هيدا هو. لو كان المكسشر المزيج منذ البداية، هون المزيج منه stoichiometric ratio، لو كان المزيج stoichiometric ratio بكون عندك ياهن قد بعض.
فعندك ان ال H2 على 2 يساوي ان ال O2 على 1. اوكي، وساعتها دغري هون في يقول initial او reactant كلهم حيشتغلوا. هون بقول reactant او initial كمان كلهم حيشتغلوا، وهون بقول produced. اوكي، هذا كل درس الاستويكيومتري، هذا كل درس الاستويكيومتري. اوقات هيدا نمبر اوف مول H2 على 2 بسموها هيك ضلع، ما بعرف شو ار H2، يعني انه ريشيو اوف H2، وهيدي اوقات شو بسموها ريشيو للO2. اوكي، فاذا كان ستويكيومتريك ريشيو فلازم يكون الار H2 لازم يكون يساوي الار للO2، اما اذا كان هيدا الليمتنت وهيدا الاكسس فلازم يكون الار H2 اكبر من الار للO2. اوكي، هيدا كل درس الستويكيومتري تقريبا، هيدي هي الفكره الاساسيه. حوقف هذا الفيديو.